يا سلطان. والله العظيم يا سلطان أقسم بمن حل القسم مني. حزين جدا. ليش حزين؟ على مغادرة الشخص. الله يجزاك خير. والله العظيم يا سلطان. ولا وش اللي يعني بيزودني ولا بينقصني كان موجود؟ إنه موجود. صح ولا لا؟ صحيح. أنا أستغرب أنا من بعض يعني بعض الأطروحات في البرنامج. تعتقد ان بعض المقدمين او بعض يعني الفقرات مثل المشاكسه مثل النقد برايم يتمنون خروج متسابق؟ والانسان احيانا قد يظهر خلاف ما يبطن. صح، هذا اللي ذلي من هذه وشي ذلي انك تظهر خلاف ما تبطن. لا 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 ما عندك تكره وذلي انك على قال الفقره. لا مو بقصه يعني شوف يعني مثلا انا يعني محمد بن ملحم رجع. نعم. هل كنت اتمنى عودته؟ الله أعلم. كنت أتمنى عودته يعني. ليش داخلك شك؟ سعد بن فيصل كذلك رجع. كنت أتمنى عودته. كذلك باسم رجع. كنت أتمنى عودته. بس بقى مين؟ سلطان. تمام. أنس. مازن. واحد فقط راح يغادرنا. أتمنى السبحة لو تكرمت بعد إذنك. الله يسعد قلبك. قلامين. الله يوفقك. قلامين. وش الدعوة اللي تبين أدعيها لك؟ دعوة. لا أنا ما راح أعطيك دعوة. أنا بعطيك بيتين ذكرتني في بداية دخولك. الله الذكريات. وش تمثلك الذكريات؟ والله ذكر تمثل كل شيء طيب. مثل أنا عندي أبيات تسمع أولها. لا قدر الله. الله يقلعك ابليس. راح من هنا. الله يقلعك ابليس. لو قدر الله ابليس وسوس لي وقال لا. لو قال لا انا احترم رايك. والله العظيم لكن لان هذا ذكرتني بي 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 بي. اول ما دخلت البرنامج في فقره المطبخ اتوقع مقادير يوم يقول ذكرتني بالابيات اللي يقول اليوم تستاهل ومشكور مشكور اعداد ما خيل سحابك ونشا. أشياء. اليوم تستاهل ومشكور مشكور إعداد ما خيل سحابك ونشا. كأنك تقول بصوت واحد يا جمهور أنا ما جيت من الكويت أتمشى. ماشي الله الله. وأنت كنت تقول في الفقرة؟ أنا عندي أبيات. الأبيات صراحة يمكنها أول شيء هي من ميانة على عرفان الهاجري ومحبة وحبيت أشارك الفكرة بشكل مختلف ويمكن الأبيات هذه إنها اللي جابتني هنا ويمكن تطلعني برا بعد لكن لازم أقول لا أكيد أنها بتطلعك برا. الله يستر. يقول يا الله يلي معتلي في شانه وبمرك يا الله يلي معتلي في شانه بمرك مزابير السحاب اتنشى الخير لا تقفلنا بيبانه والشر لا عنك بهواه الخير لا تقفلنا بيبانه والشر لا عنك بهواه يعشي يا الله يلي معتلي في شانه وبمرك مزابين السحاب اتنشي خير لا تقفلنا بيبانه والشر لا عنك بهواه يعشي البيت ما يثبت بلا سيسانه والكفو ما يسمع كلامه موشي كل على الطاله شمر ذرعانه وبو سويد ما هو متخشي عيفان كفو الله يصح لسانه لكننا جايين هنا متمشي وسلامتكم. الله الله. طيب دقيقه أنا أبي مشية الشخص اللي يتمشى. مشية هذه تسمع كيف؟ دي وين كاميرتنا مخرجنا؟ هذه كاميرتنا؟ طيب أنا أبي مشية الشخص اللي جاي يتمشى لأن أبي أعرف الشخص جاي يتمشى ولا لا؟ وكيف المشية؟ بشويش 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 عشان ألقطك الكادر مرة واحدة كذا. عطني أبي مشية. أيوه إي أبوي روح كمل لا ترجع روح. الله يرحمه.
طيب ألف مبروك سلطان، بقى معي